السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز القرني من مدينة جدة. قبل سنة ونص من اليوم كنت أتجول في محلات الكمبيوتر في مدينة جدة عشان أبحث عن تجميعة تناسبني، وانصدمت أن التجميعة اللي تناسبني سعرها يتراوح من 5500 إلى 6500 ريال، وكان مبلغ كبير. تتكلم عن تجميعة فقط بدون ماوس بدون كيبورد بدون شاشة. فقررت أني أبحث عبر الإنترنت وحصلت طبيب الكمبيوتر، وتفاجأت أن التجميع اللي في بالي سعرها في طبيب الكمبيوتر 4000 ريال فقط. اشتريت تجميعتين ولها الآن سنة ونص، وكانت أفضل تجربة للأمانة، وأنا متأكد أني راح أشتري مرة أخرى. غالبا الآن جتك صورة نمطية في مخك إن طبيب الكمبيوتر يبيع تجميعات فقط، والإجابة هي غلط. طبيب الكمبيوتر يبيع تجميعات احترافية ولابتوبات وجميع قطع الكمبيوتر، وأيضا الإكسسوارات وبرضو الشاشات. وفوق كذا طبيب الكمبيوتر يقدم ضمان. وفي الختام أنصحكم جميعا بالشراء من طبيب الكمبيوتر من واقع تجربة. وبس، كان معكم أخوكم عبد العزيز، مع السلامة.